هستشوف ان شاء الله. هذه المحاضرة آخر سلايدات آخر فاطمة نعم، آخر شيء آخر شيء. هذا فيما يخص الشكل، فيما يخص الـ يعني الاوبن شيرت، اوبن شيرت سايت فيرست اللي هو على اللينك ستيتس. احنا عندنا تو تايبس اوف راوتنج بروتوكول. هذا يمكن الآن راح ها طلعت الشركة الآن. نعم نعم احنا مثل ما تذكرين عندنا two types of routing protocol، عندنا link status وال distance vector. فهذا ال open short path first، هذا ال link status اللي هو من نوع ال open short path first يحاول يلغي اي لوب موجود في الشبكه، وبعد ما يلغي اللوبس الموجوده بالشبكه عن طريق الراوترات راح يكون له شكل تري. يعني هسه هاي الشبكه مثل ما تشوفين هي بها اكثر من لوب، يعني هاي اللوب الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، وممكن عندنا اللوب الكبير الرابع. فهو يحاول يلغي هاي اللوبس. كيف يلغي هاي اللوبس؟ راح يختار واحد، كل راوتر من الراوترات راح يعتبر نفسه هو الروت، والباقي النودات هي يعني الدايركت كونكشن اللي هو او النتورك البعيده. انا بالسؤال يوم راح اجيب لكم، راح يعني اعطيكم الدائره، يعني اعطيكم الدائره مثلا، خلينا نقول هاي الدائره، واقول لك يعني انه اشتغل على الاوبن شورت باث فيرست او على الانترميديت سيستم تو ايش تو انترميديت سيستم، يعني هذه اللي يعني او على العفو على الاي اي جي ار بي يعني اللي هي الديستنس فيكتور. فحتى ان يعني كيف نميز يعني بين هذا وبين يعني بين الاوبن شورت باث فيرست او بين خلينا نقول بشكل عام بين اللينك ستيتس والديستنس فيكتور، انه من خلال الراوتنج بروتوكول. يعني كراوتنج بروتوكول اللي يحتوي مثلا على معلومات حول الديستنيشن وحول الكوست وحول النكست هوب او النكست راوتر، حقيقة ما ذاك الاختلاف الكثير، ما هذا يعني ما عندنا اختلاف كثير بيناتهم. بس اشنو يعني انا بالامتحان مثل ما قلت لكم اعطيكم يعني دائره معينه واقول لكم يعني وجودوا الراوتينج بروتوكول لهذا او لهذا. دائما يكون عندنا بالحالتين، سواء كان عندنا لينك ستيتس او ديستنس فيكتور، نحاول قدر الامكان وناكد على انه نلغي ايش الراوتينج بروتوكول، العفو اللوب اللي موجود. وايضا بالحالتين يعني سواء كان عندنا لينك ستيتس او ديستنس فيكتور، انه يتم بناء الراوتينج بروتوكول بالانشياليزيشن مثل الحاله الموجوده عندنا، هذا الاي راوتينج بروتوكول خاص بالانشياليزيشن مالته. وكيف نعرف انه هذا انشياليزيشن؟ بينو انفينيتي، بحيث انه بعد ما يعرف
الراوتر اي حاليا ما يعرف كيف يصل الى الاي او السي او الاف او الجي، بينما الفايناليزيشن او الفايناليزيشن الراوتينج بروتوكول هو اللي يكون عندنا ايش، انه يتعرف على كل الشبكه، راح يقدر يعرف كل الشبكه وما هي الطرق التي تؤدي الى كل راوتر، يعني الاي صار عنده بالحاله هاي انه كيف يصل الى كل الراوترات. نشوف انه ايضا الديستنس فيكتور لغى اللوب، يعني لغى اللوب وصار عنده حاله تري، يعني احنا نلغي اللوب اكيد راح يساعدنا حاله التري، فهذا الاي راح يصير هو الروت، وهاي هي يعني الافرع يعني او الاغصان خلينا نقول من الاي الى البي، وهذا الديستنس فيكتور اوف نود اي اللي هو الفينالايزيشن النهائي، وهو نفسه ممكن يكون للاوبن شورت باث فيرست. الاختلاف وين؟ يعني حقيقه الاختلاف بالالجوريثم الداخلي اللي حاليا احنا ما مطلوب عندكم تفهمون او تحفظون شنو عم يصير الالجوريثم، كيف ينبني الراوتينج تيبل بالديستنس فيكتور او باللينك ستيتس حتى يكون لي هذه الجدول، ما مطلوب من عندكم حاليا في هذه المرحله، ولكن مطلوب عندكم تعرفون انه كيف نوجد اقصر طريق من الاي الى الجي، نحاول نوجد اقصر طريق، والاقصر طريق يعني بحيث انه ما يعني حيث انه كيف يعني انه ما يخل يعني يلغي اللوب وما عندنا يكون طريق بينه طريق طويل، ما من ناحيه الطريق الطويل من ناحيه النمبر اوف هوب، لا من ناحيه الكوست، يعني هذا الطريق من الاي الى البي الى الاي اف جي هذا للوهله الاولى نحسب انه طريق طويل لانه بين نمبر اوف هوب اكثر، ولكن اذا جينا من الاي الى البي ومن البي الى السي ومن السي الى الجي هذا الطريق راح يكون نوعا ما يعني نفس الطريق حقيقه، يعني النمبر اوف هوب ايضا هذه راح تكون بالشكل، لا هون اكثر النمبر اوف هوب، ولكن اذا نيجي على المتريك لا راح تكون المتريك مالته نوعا ما ايش راح تكون نوعا ما المتريك مالته اقل. فبالسؤال الديستنس فيكتور اذا كان مطلوب من عندكم نشتغل على الريب فيرجن 1 او ريب فيرجن 2 فبالحاله هاي راح يختار الطريق الاقصر اللي هو نمبر اوف هوب اقل بغض النظر على قيمه الكوست، ليش قيمه الكوست لهذا الباث، ولكن هذا اذا كنا نحكي على الريب، اذا كنا نحكي على الريب، بينما نحكي على الاوبن شورت باث فيرست او نحكي على الاي اي جي ار بي اللي هو ياخذ اربع فور متريكس الباند وذ واللود والديلي والريالابيلتي كمتريك راح تختلف الامور. يعني اذا جينا اخذنا من الاي الى الجي هذا الطريق راح نشوف انه راح ناخذ المتريك عندنا من الاي الى البي 2 ومن البي الى السي 5 ومن السي الى الجي 3، راح نجمعهم هذولي يطلع عندنا 10، قيمة الكوست لهذا الباث من الاي الى الجي مرورا بالبي والسي هذا الباث راح يكون ايش؟ قيمة الكوست مالته هي 10، بينما لو جينا اخذنا الطريق الثاني اللي هو النمبر اوف هوب اكثر واطول ولكن قيمة الكوست اقل من الاي الى البي 2 من البي الى الاف اي عندنا 4 هاي 6 من الاي الى الاف 2 8 من الاف الى الجي 1 فصار مجموعهم 9 2 4 2 1 9 هذا الطريق تمام هو اطول ولكن الكوست مالته اقل اذا اخذت راح ناخذ الكوست بنظر الاعتبار هاي وين عم نحكي على ديستنس فيكتور ولكن هون هالديستنس فيكتور ما عم يشتغل على الريب عم يشتغل على الاي اي جي ار بي او على الاي جي ار بي ولكن لو بالسؤال بالامتحان جبتوا لك يعني اشتغل الريب فيرجن 1 او ريب فيرجن 2 هوني ما راح تاخذ الكوست بنظر الاعتبار راح تاخذ انه النمبر اوف هوب ما هي اقل نمبر اوف هوب حتى اصل الى الجي فاكيد اي بي سي جي هذا الطريق اللي هو الاول اللي نستخدمه للريب تمام هذه هي يعني السيناريو او هذا هو البوليسي اللي ممكن احنا نستخدمه حتى نفرق ولكن الريب والفيرجن 1 والفيرجن 2 مثل ما قلنا
ليسوا بكفاءة الـ IGRP أو الـ EIGRP إذا كنا نحكي على الـ Distance Vector، وليس بكفاءة الـ Link Status إذا كنا نحكي على الـ Open Short Path First أو Intermediate System to Intermediate System اللي يتم استخدامهم بالشبكات الكبيرة اللي تحتوي على 50 أو أكثر، يعني 50 راوتر أو أكثر، يعني نحكي على مستوى Cloud. وأيضا هم أسرع بالكونفيرجنس، أسرع بالتقارب، أقصد أسرع بالتقارب عندما يصير أي مشكلة بأي راوتر مباشرة يقدرون الراوترات كلتهم يغيرون الراوتينج تيبل مالتهم بسرعة جدا عالية، يعني أجزاء من الثواني، ملي ثانية تقريبا، أجزاء من الملي ثانية، وكل من رأسا إلى قيله الطريق حتى يصل إلى الديستنيشن. هاي كنا نحن نختبرها عمليا بشكل حقيقي يوم نعمل بينج من سورس الى ديستنيشن، ونعمل شوت داون لاحد الراوترات، نعمل فيلر لواحد من اللينك، راح نشوف راح يصير عندي ديستنيشن هوست انريتشبل، ديستنيشن هوست انريتشبل، او ريكوست تايم اوت، ريكوست تايم اوت اكثر من مره في حاله الريب فيرجن 1 او في حاله الريب فيرجن 2، بينما بالاي جي ار بي اي جي ار بي ممكن يكون عندي تو ريكوست اوف ريكوست، يعني ريكوست تايم اوت، اثنين عندي مثلا ممكن مرتين يتكرر عندي ريكوست تايم اوت، او يقل عند ديستنيشن هوست انريتشبل ايضا مرتين، وبعدين يرجع البينج بشكل صحيح. الاوبن شورت باث فيرست ممكن يكون مره واحده ريكوست تايم اوت، او ممكن يكون ولا مره ريكوست تايم اوت، او مره واحده فقط ديستنيشن هوست انريتشبل، وراسا يوجد يعني يوجد للطريق الثاني، لانه يخزن جميع الراوتينج تيبل المؤديه الى الديستنيشن اللي هي مثلا من الاي على سبيل المثال الى الجي، ويحتفظ بهذه الطرق. كم طريق اكو من الـ A الى الـ G؟ لو نجي نحسبهم هناك اكثر من طريق، A B C G هذا واحد، A D E F G اثنين، و A B E F C G ثلاثة، ومثل ممكن نقول A B C F G، تمام. هذول الطرق العديدة كل من المترك مالهم يختلف، يعني بالزيادة وليس بالنقصان، يعني اكيد مختلفين، بس الـ Open Short Path First والانترميديت سيستم تو انترميديت سيستم راح يرتبهم تصاعديا ابتداء من اقل واحد الى اعلى واحد، فيوم راح يختار اول واحد هو اللي يعتبره كبيست باث بيست روت من السورس الى الديستنيشن، ويبدا يشتغل على هذا الاساس. اذا هذا الطريق صار بينه مشكله، مباشره الطريق الثاني اللي هو على سبيل المثال اي بي سي اف جي موجود عنده، فمباشرة راح يستخدم هذا الطريق الثاني، ما يحتاج يعيد حسابه من جديد، لأنه كان حسابه في بداية التشغيل، في بداية الانيشاليزيشن، وخزنه بالميموري. فليس هنالك فرق جوهري وكثير على هاي الأمثلة اللي أعطيتكم هي بين أنه هذا يكون هو open short path يعني link status أو distance vector. بالحالتين أنا راح أعطيك قيمة الإيش، قيمة الكوست لكل path، قيمة الكوست لكل باث. هون بس أنا يعني باللينك ستيتس هذه كانت التوبولوجي تختلف، يعني هاي شكل هذا الشكل مال التوبولوجي، وهذيك الشكل الآخر للتوبولوجي. بس بجميع الأحوال إذا تنتبهون عليها، يعني أنه أيضا يعني يأخذ بنظر الاعتبار أنه في البداية أنه الأي هو الروت، أو الدي هو الروت، أو السي هو الروت، ويبني الجدول مالته، جدول الانيشاليزيشن وجدول ذاك كان الانيشاليزيشن وجدول الفاينل. وايضا شوفوا هون عندنا كوست، يعني عندنا لكل لينك عندنا كوست، ولكن هذا الكوست بالريب او الريب فيرجن 2 لا يؤخذ بنظر الاعتبار. الكوست يؤخذ بنظر الاعتبار عند استخدام الديستنس فيكتور ومن نوع الاي جي ار بي او الاي اي جي ار بي. يعني انا لو جبت لكم هذا الشيء او هذا الشيء نفس الشيء، يعني راح يكون عندكم اهم عندكم التو وكوست ونكست، يعني ما راح يفرق كثير بالحل، يعني حل الاوبن شورت باث فيرست او حل اللي هو من نوع اللينك ستيتس او حل الاخر. هم راح يكون عندك ديستنيشن، هم عندنا كوست، وهم عندنا تو او نكست راوتر، نفس الشيء. وصلت الفكره فاطمه؟ نعم. زين نبدأ بالمحاضرة مالتنا هلا اليوم.
هاي المحاضرة راح ناخذ ترانسبورت الترانسبورت لاير. احنا قلنا لكم انه بداية السنة المنهج مالتنا هو على شكل اللايرات، يعني نتكلم من الفيزيكال لاير الى حد الابليكيشن لاير، وناخذ ما هي مهام كل لاير من هذه اللايرات، ما هو الراوتينج، ما هو البروتوكولز اللي يعمل بكل لاير من هذه اللايرات، وما هو الهيدر الموجود في هذه اللايرات. فلو حكينا على الترانسبورت لاير اللي هي الطبقة الرابعة، إذا بدينا عن نحكي من الفيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، ترانسبورت لاير، راح نشوف إنه مهام هذه اللاير هي موجودة بهذه النقاط أو موجودة بهذه السلايدات. العفو، بشكل عام إنه هذه اللاير بشكل عام، مهام الترانسبورت لاير بشكل عام انه هذه اللاير provide a process to process communication between two application layer. اذا توفر لي اول شيء مختلف اسمه process to process communication between two application layer. اذا قارناها مع اللايرات السابقه اللي اخذناها الداتا لينك لاير والنتورك لاير، كان provide host to host communication او hop to hop communication او مرات نسميها node to node communication between two devices. تمام، هون لا، process to process. process يعني application، يعني المفروض يكون عندنا برنامج process application او software application او software between two application layer. ليش سماها application layer؟ لانه هي الابلكيشن layer، اليوزر اللي يقدر من خلال الابلكيشن layer يشوف ويطلع على البرامج ويتعامل مع البرامج ويتعامل مع يعني المشين مع البي سي بشكل مباشر، بينما اليوزر نحن كيوزر او ادمنستريتر ما نقدر نتعامل بصوره مباشره مع الفيزيكال لاير او مع الداتا لينك لاير او مع النتورك لاير، يعني ما نقدر نتعامل معها. بينما الابلكيشن لاير لا، نقدر نتعامل معها مباشره من خلال السوفت وير، من خلال الابلكيشن اللي هي يعني الابلكيشن او السوفت وير هي مجموعه من الايش، من البروسيس، مجموعه من العمليات، يعني ممكن تكون الحسابيه او البرمجيه اللي تكون لي بالتالي برنامج معين، والبرنامج ايضا مكتوب بايش، بمجموعه من الانستراكشن، وهذه الانستراكشن هي ممكن نسميها بروسيس. هذا البروسيس اللي هو الترانسبورت لاير اللي توفر لي بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن بين تو ابلكيشن لاير، وان اكيد واحده منهم راح تقع عند لوكال هوست على البي سي، على اللوكال هوست اللي هو ممكن يسمينه السورس هوست، والثانيه هي الريموت هوست اللي هي الديستنيشن. فقال لك الريموت هوست يعني يتعامل مع يعني هوست بعيد. يوم يتعامل مع هوست بعيد يعني اكو يعني اكيد عندنا ايش، راوتر في الوسط، يعني بتوين تو نتورك، خلينا نقول كانما يعني لازم يكون عندي حتى الريموت هوست عاده انا اصله عن طريق الراوتر اللي هو موجود في شبكه اخرى. هذا الكوميونيكيشن بروفايد يوزنج ا لوجيكال كونكشن. كيف هذا الكوميونيكيشن يصير بتوين تو بروسيس؟ هل بشكل فيزيكال لو بشكل لوجيكال؟ لا، بشكل لوجيكال، بشكل يعني منطقي وليس فيزيكال حقيقي. تمام، زين، على اي اساس راح يصير هذا الاتصال؟ اول شيء طبعا هذا الاتصال اللوجيكال قبل ما يصير بتوين بروسيس اند بروسيس، يفترض السورس اللي هو اللوكال هوست يعرف ما هو او كيفيه الوصول الى الريموت هوست، كيف يصل الى الريموت هوست. وحتى يصل الى الريموت هوست لازم عنده الاي بي ادريس مال هذا الريموت هوست، يعني ليس فقط يحتاج انه البورت نمبر، وراح نعرف ايش معناته هو البورت نمبر. اذا لازم يكون عندي اقدر اصل الى ايش، الى هذا الهوست عن طريق الاي بي ادريس، حتى اقدر اميز بين هذا الريموت هوست او بين انذر ريموت هوست، لانه انا عندي مجموعه من عندي احتمال كبير عنده وان لوكال هوست وعندي مجموعه من الريموت هوست، عندي اكثر من ديستنيشن هوست. فكيف اصل الى هذا الريموت هوست او الديستنيشن هوست المعني؟ راح اصله عن طريق واميز بينه وبين الاخر عن طريق الاي بي ادريس مالته، وبعدين خلال داخل هذا الهوست، داخل هاي الديستنيشن، ما هو التطبيق او ما هو الابلكيشن او ما هو البروسيس اللي انا اريده من هذا الريموت هوست. الريموت هوست يعني هسه انا احتمال اتخيل ان الحاسب مالتي هي اللوكال هوست، وتخيلوا الحاسبات مالكم هي الريموت هوست. انا حتى اصل الى واحده من الحاسبات مالكم، اول شيء لازم يكون عندي الاي بي ادريس
مال هاي الحاسبة مالكم. اوكي وصلنا الى الحاسبة مالكم. بعدين هذه الحاسبة ما هو البروسيس اللي اريده انا؟ اشعل اريد انا من البروسيس من الحاسبة مالكم؟ هل اريد ايميل؟ لو اريد يعني تشات عن طريق الجيميل او عن طريق الياهو؟ لو اريد ميتينج مثل ما صار حاليا يصير عندنا؟ هذا هو البروسيس نقصد به الاختيار. انا راح اشغل البرنامج عندي الميت، وانتم ايضا راح تشغلون برنامج الميت. اذا يجب ان يكون عندنا تو بروسيس، عند السورس وعندنا الديستنيشن، ولازم يكون هذول التو هوست متوافقين مع بعض من ناحيه البورت نمبر، وبعدها ممكن يصير الكوميونيكيشن. والا اذا البرنامج اختلف، انا على اشتغل على الميت وانتم تشتغلون على غير على الزوم مثلا، او على الاف سي سي اللي هي الفيديو كونفرنس، ما راح يصير عندنا كوميونيكيشن. لازم يصير توافق بين التو بروسيس، يكون البروسيس متشابهين بغض النظر عن نوع الاي بي ادريس وعن الماك ادريس، وايضا بغض النظر عن الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل. انا على استخدم ويندوز 10، انتم راح تستخدمون ويندوز 8 او مثلا الماكنتوش، ما شرط ان الويندوز او ويندوز 7 بس، ولكن المهم انه يصير التوافق مالتنا فيما يخص الترانسبورت لاير، فيما يخص البورت ادريس اللي خاص بالابلكيشن. لكل بروسيس هنالك لكل بروسيس او لكل ابلكيشن هنالك بورت نمبر يميزه عن الثاني، لانه احتمال بنفس الوقت اللي انتم حاليا تتصلون معايا عن طريق الميت هنالك بورت معين، هنالك برامج اخرى تشتغل عندكم، مثلا واحد منكم استفاده مثلا الايميل، الايميل مال جيميل، او يتصفح الايميل مالته، او يعمل داونلود لفايل معين وهو بنفس الحاسب مالته. فنشوف ان هنالك اكثر من بروسيس عاي تشتغل على الحاسب مالته بي اي بي ادرس واحد. زين كيف عاد تشتغل اكثر من بروسيس؟ عن طريق التمييز بين انه هذا البروسيس اللي هو هذا البورت نمبر، وهذا البروسيس اللي هو هذا البورت نمبر، وهكذا. ويحتاج هوني عمليه الملتيبلكسنج والدي ملتيبلكسنج بالسورس وبالديستنيشن حتى نوفر هذا الشغل، حتى نوفر اكثر من بروسيس. اذا الترانسبورت لاير provide process to process communication. مثال على process to process communication حقيقي موجود الصحيح عم طبقه هو البرنامج الميت، source و destination. عتسمعوني وعلى اسمعكم وعتشوفون الملاحظات اللي على علاقيها between two application layer. اذا الميت حاليا هو application layer لانه برنامج، اي شيء application layer هو عبارة عن برنامج. انتم عملتم double click على الجوجل انترنت اكسبلورر ودخلتم على الكلاس، ومن دخلتم على الكلاس رحتم على اللينك مال ميت وفتحتكم الميت وعملتم جوينت. كل هذه هي تعتبر تتعاملون انتم مع الابلكيشن لاير. بس الترانسبورت لاير ما نشوفه. زين هذا البروسيس مع البروسيس اللي حيصير الكوميونيكيشن هكذا دايركت صار مباشره بس دبل كليك واشتغل؟ لا، بينه خطوات. هاي الخطوات راح نجي نحكيها بعد شويه، اللي هي يعني راح تساعدنا 3 way hand checking initialization للسيشن. اوكي زين، هاي بشكل عام مهام الترانسبورت لاير. بشكل خاص بشكل ادق ما هي مهام الترانسبورت لاير؟ راح تكون عباره عن امور الاربعه: segmentation او segment، connection control، addressing reliability. يفترض انه هذا الكوميونيكيشن اللي هو process to process communication بالترانسبورت لاير يوفر لي الامور الاربعه التاليه. اول شيء segmentation. segmentation يعني معناته انه راح يحول الداتا الموجوده او المسج الموجوده بالابلكيشن لاير الى مجموعه من السيجمنت، يقسمها الى مجموعه من السيجمنت حتى يقدر يرسل هذه المسج. لانه بالابلكيشن لاير انت عندك فايل بي دي اف فايل حجمه 10 ميجا بت بير سكند، 10 ميجا سوري 10 ميجا بت. هاي ال 10 ميجا بت ما نقدر نرسلها دفعه واحده، لانه الايثرنت مالتنا او الفريم ماكسيموم 1500 مثلا بايت. فاذا راح نفترض ان نعمل له سيجمنتيشن، نقسم هذا الفايل البي دي اف فايل او الصوره او اي فايل راح نقسمه الى مجموعه من السيجمنت. اوكي، وهاي السيجمنت بعد ما يقسمها بالترانسبورت لاير راح يمررها على ايش؟ يمررها على النتورك، يمررها على النتورك لاير. بهالكلام هذا عن نحكي من الاب تو داون، عن نحكي من الاب تو داون من الابلكيشن لاير الى الفيزيكال لاير. بعدين الترانسبورت لاير من جهه الريسيفر، من جهه الريسيفر راح يحول هاي الداتا، يجمع هاي السيجمنتات ويصعدها وتصعد الى الابلكيشن لاير حتى يحولها الى رجع الى داتا.
وكل سيجمنت اكيد لو نمبر لو سيكونس نمبر حتى نقدر نجمع هذه المجموعه من السيجمنتات اللي هي خاصه بمسج واحده او اللي هي خاصه بملف واحد. ملف واحد قسمناه الى خمسه سيجمنتات، كل سيجمنت لو سيكونس نمبر لو رقم يدل على انه هاي الخمسه سيجمنتات تابعه لداتا واحده لملف واحد، حتى تنجمع مع بعض ويتم عرضها والتعامل معها من عند الابلكيشن لاير. هذا الكوميونيكيشن او هذا الكونكشن بتوين تو بروسيس راح يكون عندنا نوعين من انواع الكونكشن، واحد منهم نسمينه كونكشن اورينتد وواحد نسمينه كونكشن ليست. ومفهوم ما هو مفهوم الكونكشن اورينتد وما هو مفهوم الكونكشن ليست حكيناها بالمحاضرات ايش السابقه. هكذا على السريع، الكونكشن اورينتد هو اللي يتطلب عندنا انه قبل ما نرسل الداتا انه ننشئ الاتصال بين السورس وبين الديستنيشن، نعمل انشاء للاتصال. وكيف يتم انشاء للاتصال؟ راح يكون التفاوض بين السورس وبين الديستنيشن على ما هي السرعه التي سوف يتم بها الارسال، ما هي حجم الداتا التي سوف يتم بها فيها الارسال، تمام؟ وهل الريسيفر او الديستنيشن ready to receive the data، هل هو جاهز لاستلام الداتا او لا. هذا هو الكونكشن اورينتد اللي هو يعتبر كونكشن موثوق ويستخدم للامور المهمه مثل تحميل فايل ابلود او داونلود. الكونكشن ليست لا، ما شرط السورس يتاكد انه الديستنيشن موجود وهل الديستنيشن جاهز لاستلام الداتا او لا، ما شرط. فبالكونكشن ليست دايركت انه السورس يبعث الداتا الى الديستنيشن من دون ما يشيك انه هل هو موجود لو ما موجود. ومثال على الكونكشن ليست مثل ما حكينا بالمحاضرات السابقه في البدايه هو نظام الارسال، رساله عن طريق البريد التقليدي، يعني نكتب رساله ونضعها بصندوق البريد، هذا يعتبر كونكشن ليست لانه ما اعرف انه هل الرساله راح تصل لو ما راح تصل، هل الديستنيشن موجود لاستلام الداتا لو لا، ما صار اتفاق بيني وبينه انه راح ارسله هل قد مقدار من الداتا او هل قد مقدار من الرساله، وما اعرف متى راح تصل الى الديستنيشن. بينما بالكونكشن اورينتد لا، يتم التفاوض على كل شيء والاتفاق على كل شيء قبل الارسال. قبل الارسال ادريسنج بكل لاير مثل ما حكينا في المحاضره السابقه، هنالك ادريسنج تختلف هذا الادريسنج حسب اللاير. بالداتا لينك لاير كان عندي الادريسنج هو عباره عن الماك ادريس او الفيزيكال ادريس. بال نتورك لاير كان عندي الادريسنج هو يمثل للاي بي ادريس، اي بي ادريس مال سورس، اي بي ادريس مال ديستنيشن. بالداتا لينك لاير ماك ادريس مال سورس، ماك ادريس مال ديستنيشن. بالترانسبورت لاير ما هو الادريس؟ راح يكون عندي البورت نمبر ادريسنج، بورت نمبر ادريسنج تو ايدنتيفاي ويتش نتورك ابلكيشن، حتى نقدر نميز ونعرف ما هو النتورك ابلكيشن اللي مطلوب حاليا في هذا الاتصال. ما هو الابلكيشن النتورك ابلكيشن المطلوب في حاليا في هذا الاتصال؟ يعني انا بنفس الوقت مثل ما قلت لكم استطيع اعمل معكم ميت واقدر افتح الايميل، زين انا اي بي ادريس واحد وماك ادريس واحد انا عندي، كيف راح تطلع هاي الرساله وكيف الحاسب مالتي راح تميز انه هذا الفريم او هذا الباكيت هو خاص بالميت وهذا الباكيت خاص بالداونلود وهذا الباكيت خاص بالايميل؟ عن طريق شيء يسمونه بورت نمبر، راح يتم وضع شيء اسمه بورت نمبر اضافه الى الاي بي ادريس اضافه الى الماك ادريس. وهذا البورت نمبر يضاف في مرحله الداتا لينك لاير، في مرحله العفو ترانسبورت لاير، في مرحله الترانسبورت لاير راح يتم وضع بورت نمبر مال سورس، بورت نمبر مال ديستنيشن. ما هي قيم هذه البورتات؟ وهل هي البورتات محجوزه ارقامها لو ما محجوزه؟ هل هي برايفت اور بابليك؟ هل هي دايناميك لو ستاتيك؟ وكم نوع موجود؟ راح نشوفها بهذه المحاضره. ايضا يفترض انه يوفر لي، يتم توفير عندي الريالابيلتي الوثوقيه. يتم توفير الوثوقيه من خلال امرين، كيف نوفر الوثوقيه؟ يتم توفير الوثوقيه بشغلتين، الشغله الاولى الفلو كنترول والشغله الثانيه الايرور كنترول. هاي الفلو كنترول والايرور كنترول نفسها بالضبط اللي كانت موجوده عندنا بالداتا لينك لاير، بالداتا لينك لاير اللي كنا نوفرها عن طريق stop and wait go back in selective repeat in go back in. هاي الاشياء اللي كنا احنا نوفرها بالريالابيلتي. فلو كنترول
انه انا اتحكم بتدفق البيانات، اتحكم في تدفق مقدار تدفق البيانات. يعني انا ابعث 5 ويندو فور اكزامبل، بس الديستنيشن ما يقدر يتعامل مع ال 5 ويندو، فيطلب من عندي انه اقلله الى 3 ويندو. راح اقلله الى 3 ويندو. كيف الريسيفر يطلب، او الديستنيشن، كيف الديستنيشن يطلب من الريسيفر، من السورس العفو، كيف الديستنيشن يطلب من السورس تقليل الداتا؟ ممكن يبعث له ريكوست بتقليل الداتا، يقول له هاي الويندو تبعث لك حجم عددها كبير، ما اقدر يعني استوعبها لانه الكيو مالتي او البفر او الميموري لا تكفي لهذا المقدار. او بامكان السورس هو اللي يقدر يعرف انه الديستنيشن ما يتحمل هذه الداتا اللي يرسلها، من خلال انه عايز يتاخر عندنا الاكنولجمنت، يتاخر عندنا الاكنولج لاستاذ لشوني. هم عندنا اكنولجمنت؟ نعم، هون ايضا عندنا اكنولجمنت. يعني السورس يبعث 5 ويندو ما يستلم الاكنولجمنت بسرعه وينتهي الوقت مالته وما يستلم الاكنولجمنت، فيعرف انهم الديستنيشن ما يلحق انه يستلم هاي ال 5 ويندو ويعالجه. فهذا هو مفهوم الايرور الكنترول، يعني مفهوم الفلو كنترول اللي يعني انتم تعرفوه يعني بهالامور. كيف يصير الاستابليش، كيف يصير الكونكشن؟ مثلا عندي هاي الحاسه 2 بي سي امامكم مثل ما عاد تشوفوها بي سي اي، ومثلا ممكن هاي نسميها بي سي اي، وهاي ممكن نسميها بي سي بي، ومربوطين ريموتلي. شوفوا ما مربوطين لوكال، اللوكال يعني ضمن سويتش واحد. اذا مربوطين ضمن سويتش واحد يعني ما يكون لوك، يعني راح يكونون لوكالي. بينما ريموتلي انهم مربوطين عبارة مجموعه ايش من مجموعه من الراوترات، هاي الراوترات مربوطه بشيء بهالشكل هذا، ممكن يكون هاي المش توبولوجي. وهاي الراوترات مثل ما شفنا بالمحاضره السابقه، هي هذا الراوتر راح يقرر كيف راح يوجه البيانات من الاي، من هذه الى هاي. هل راح يسلك هذا الطريق؟ لو يسلك هذا الطريق تمام، او يسلك هذا الطريق، على اساس ايش؟ على اساس هذا الراوتر عنده بالراوتينج تيبل all the paths all the route لهذه النتورك، عنده كل الطرق المؤديه الى هذا الديستنيشن، الى هذه النتورك. فعلى اساسه راح يقرر، فراح يقرر انه ياخذ هذا الطريق. ولكن في بعض الاحيان ممكن يقدر يعمل لود بالانس، اذا كانت كميه الداتا كبيره فراح يعمل لود بالانس، جزء من الداتا مشيه بهالمكان وجزء من الداتا مشيه بهالمكان، حتى لو كان هذا الطريق هو ليس افضل طريق، ولكن يريد يعمل لود بالانس بين between two path. هذا الشيء اللي يعني ممكن يعمل. زين، قبل ما يتم الارسال ايش يقول له؟ يعني الاي يقول له البي اي جاست سنت 10، اي البي يقول له اي جاست ريسيف 10، ناو اي نيد 11. اشنو ال10 واشنو 11؟ هذا السيكونس نمبر للفريم او سيكونس نمبر للسيجمنت. يقول له انا الان يعني انا بعثت لك ال10، يرجع هو يقول له نعم انا استلمت العشرة، ابعث لي 11. اذا نفس المفهوم اللي كنا حكيناه بالمحاضرات السابقه فيما يخص الداتا لينك لاير. زين، the primary task of the transport layer is to provide end-to-end control and reliability as data travels through the cloud, this cloud. اذا هذا هو الهدف الرئيسي، يوفر لي end-to-end control and reliability as data travel. كيف ايوفر الكنترول والريالابيلتي؟ حيصير التفاوض والتخاطب بيناتهم. انا بعثت لك رقم 10، هذا يقول انا استلمت 10 وبعث لي حاليا ال 11. لو ما موجود هذا التخاطب بيناتهم، ما موجود هذا البروسيس بيناتهم، راح يصير عندهم مشاكل وما راح تتوفر عندي الكنترول. زين، هذا الكنترول والريالابيلتي كيف حيتحقق؟ حيتحقق بثلاثه امور حقيقه. حيتحقق بثلاثه امور. الامر الاول سلايدنج ويندو، لانه عم نبعث الداتا بشكل سلايدنج ويندو، ما نبعث الداتا بشكل كامل، قسمناها الى سيجمنتات، سيجمنتات قسمناها الى ويندو، الويندو ما عم نبعثها بشكل كامل، عم نعمل سلايدنج. الويندو حجمه 15 مثلا، نحن عم نعمل سلايدنج، عم نبعث 8 او 4 او 7، ومن تيجينا الاكنولجمنت عم نحول السلايدنج. وهذا ايضا حكينا له بموضوع الجو باك ان والسلكتيف ريبيت ان. وايضا يتحقق من عن طريق السيكونس نمبر لكل ويندو، لكل سيجمنت هنالك سيكونس نمبر، وايضا يتحقق من عندنا شيء اسمه الاكنولجمنت. اذا هذا
الجواب لسؤال انه كيف الترانسبورت لاير تحقق للكنترول والريالابيلتي، او كيف الترانسبورت لاير تحقق او توفر لي الريالابيلتي الوثوقيه بالداتا عن طريق ثلاثه امور: سلايدنج ويندو، سيكونس نمبر، اكنولجمنت. اوكي، ايضا الترانسبورت لاير ديفاينز ذا اند تو اند كونكتيفيتي بتوين هوست ابلكيشن، ايضا توفر لي او تعرف ما هي الكونكتيفيتي او التوصيل بين هوست ابلكيشن. ويوم نقول على الهوست ابلكيشن هون نحتاج ايش؟ البورت نمبر. بما ان نحكي على الهوست ابلكيشن، عن نحكي على ابلكيشن اي عن نحكي على سوفت وير، اي عن نحكي على بروسيس، اذا نحتاج البورت نمبر لهذا الابلكيشن او البورت نمبر لهذا البروسيس. زين، ما هي البروتوكولات التي تعمل بالترانسبورت لاير؟ عندنا ثلاث انواع من البروتوكولات تعمل بالترانسبورت لاير في الحقيقه. الاول هو التي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول، واللي يو دي بي يوزر داتا جرام بروتوكول، وعندنا نوع اخر اللي هو ستريم كنترول ترانسميشن، ستريم ترانسميشن كنترول بروتوكول، هذا اسمه اس ستريم ترانسميشن كنترول بروتوكول. هذا الستريم ترانسميشن كنترول بروتوكول يستخدم في عمليات الارسال المالتي ميديا، فيديو كونفرنس، الميتنج، هذا راح نشتغل عليه، اي رسل عن طريق هذا البروتوكول ستريم، ستريم كنترول ترانسميشن كنترول بروتوكول، اللي هو مسؤول عن ارسال الفيديو صوره وصوت. فهذا يعني بهذا التطبيق الميت او الزوم او اي شيء، يعني الفايبر اذا نشتغل على الفايبر مثلا صوره وصوت، اي شيء نرسله كميديا هو يشتغل على ستريم ترانسميشن كنترول بروتوكول. نحن بهاي المحاضرات راح ناخذ فقط التي سي بي واليو دي بي. نرجع هوني ايضا ملخص على السريع على ما هي اذا الترانسبورت لاير من مهامه ايضا ترانسبورت سيرفيس، يعني او توفر لي نعم فروم سورس هوست تو ديستنيشن هوست ترانسبورت سيرفيس سماها. لوجيكال كونكشن، ايضا لوجيكال هو نفس اللي حكينا قبل شوي، لوجيكال كونكشن بتوين ذا اند بوينتس اوف ذا نتورك، ذا سيندينج هوست اند ذا ريسيفينج هوست، بين السورس بين الديستنيشن. يعني راح توفر لي البروفايد بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن از ذا لوجيكال كونكشن، بشكل لوجيكال كونكشن. سيجمنت اند ري اسامبلي ابر لاير ابلكيشن انتو ذا سيم داتا ستريم بتوين اند بوينت، راح تعمل سيجمنتيشن من جهه السورس وتعمل ري اسامبلي، تجمع السيجمنتيشن من ناحيه يوم نصل الى الريسيفر حتى تصعدها الى الابر لاير ابلكيشن into the same data stream between the endpoint. Provide end-to-end transport service, end-to-end transport service. وأيضا يعني segmentation upper layer, sending segment from one end device to another end device. شو هتشوفون يا شباب؟ شو هيقول؟ Send segment from one end device to the another end device. يعني كأنما ال devices الموجودة يعني اللي عاد تنقل هاي الداتا اللي يعتمل فورورد للداتا ما لها كأنما شغل، يعني هذا الفيجر السابق، يعني كأنما الراوتر هو الراوتر يشتغل بالطبقة الرابعة، العفو بالطبقة الثالثة الراوتر مثل ما تعرفون النتورك لاير. زين، هذا هاي البي سي ومع هاي البي سي عايزون يبعثون داتا كترانسبورت لاير، إذن راح يشتغلون بالطبقة الرابعة. زين، هاي الراوترات استاذي ما تشتغل بالطبقة الرابعة، هي هاي الراوترات تشتغل فقط بالطبقة الثالثة. زين، هل هذه الراوترات راح تتعامل مع الترانسبورت لاير الداتا؟ لا، ما راح تتعامل مع الترانسبورت لاير الداتا. زين، لكن شلون راح توصل هاي الراوترات، شلون راح توصل هاي الداتا؟ على اي اساس توصل هاي الداتا؟ راح توصل هاي الداتا على اساس الاي بي ادريس، على اساس الاي بي ادريس، لانه مثل ما قلت لكم في بداية المحاضرة انه انا حتى اوصل الداتا من السورس الى الديستنيشن يجب ان يكون عندي بالاضافه الى البورت نمبر اللي يمثل لي ما هو نوع الابلكيشن وما هو نوع البروسيس، لازم عندي الاي بي ادريس مال ديستنيشن. حتى من يستفاد منه الاي بي ادريس مال ديستنيشن؟ الراوترات هي اللي تستفاد من الاي بي ادريس مال ديستنيشن. الاي بي ادريس راح تستفاد منه الراوترز حتى تعمل فورورد للداتا من السورس الى الديستنيشن. زين استاذ، البورت نمبر، البورت نمبر اللي الحاسبة أي بعثته
الراوترات راح تستفاد من البورت نمبر؟ لا، الراوترات ما راح تستفاد من البورت نمبر، ولا راح تقدر تعرف قيمة البورت نمبر، ولا راح تقدر تقرأ قيمة البورت نمبر، ولا راح تصل إلى هذه البورت نمبر، ولا راح تعرف ما هو نوع الداتا الحالين عن الرسل، هل هو فيديو، هل هو صوت، هل هو صورة، هل هو بوك، يعني بي دي اف فايل أو وورد، ما راح تقدر تعرف. من اللي يعرف؟ فقط الترانسبورت لاير. لكن أستاذ أشنو شغل الراوترات؟ شغل توجيه الداتا، توصيل البيانات بأفضل طريقة. زين أستاذ، هاي الداتا وصلت، الراوترات عبرت هاي الداتا وما عرفت هاي الداتا، من اللي راح يعرف نوع هاي الداتا؟ ومن اللي راح يعرف كيف يعالج هاي الداتا؟ الديستينيشن. ليش الديستينيشن؟ لأنه البي سي يتعامل مع السيفن لاير، فقط البي سي، الورك ستيشن، السيرفر، الجيتوي، هي اللي تتعامل مع الطبقات السبعة أو الطبقات الخمسة حسب الترانسبورت لاير، مع الابليكيشن لاير إلى الفيزيكال لاير. بينما النيتورك ديفايس، الراوتر، السويتش، البريدج، الاكسس بوينت، فايروول، لا ما يتعامل مع كل الطبقات حسب الشغل مالته، منها تتعامل مع الطبق إلى حد الطبقة الثانية مثل ما تعرفون، ومنها تتعامل مع إلى حد الطبقة إيش الثالثة. زين أستاذ، لكن كيف عيصير الكونكشن؟ عيصير الكونكشن لوجيكال كونكشن، لوجيكال كونكشن وليس فيزيكال، يعني ما عيصير بشكل حقيقي، الفيزيكال شيء حقيقي، عيصير بشكل لوجيكال. منو اللي عيوفر لي اللوجيكال كونكشن؟ هل هو الاي بي لو الماك؟ لا، الاي بي ولا الماك هو اللي عيوفر لي اللوجيكال كونكشن. اللي عيوفر لي اللوجيكال كونكشن هو البورت نمبر، هو البورت نمبر اللي خاص مال سورس، والبورت نمبر مال ديستنيشن. اذا بعد ما عرفنا هاي المهام الموجودة بشكل عام بالترانسبورت لاير، وهذه المهام العامة الكلية تكون موجودة باليو دي بي والتي سي بي والاس سي والستريم كنترول ترانسميشن بروتوكول بالترانسبورت لاير، فإن عندنا ثلاث انواع من البروتوكولات، يو دي بي وتي سي بي والستريم كنترول ترانسميشن بروتوكول. هاي الاشياء موجودة بكل البروتوكولات الثلاثة، ولكن فيما بالاضافة الى هذه الاشياء الموجودة، التي سي بي، فقط في التي سي بي هناك أمور أخرى تضاف إلى هاي الأمور الموجودة أعلاه، هناك أمور أخرى تضاف إلى الأمور الموجودة أعلاه، اللي هي establish end-to-end operation، يعني ما مباشرة يرسل يعمل segmentation ومباشرة يرسل الداتا وخلاله port number مال source وخلاله port number مال destination وأرسل الداتا، لا، لازم يعمل establish، وهاي establish حقيقة اللي يمهد له، اللي يمهد لهذا الشيء هو الطبقة الأعلى اللي هي السيشن لاير، السيشن لاير. بالترانسبورت بالتي سي بي يجب أن يكون عندي استابلش تفاوض أو اتفاق لتأسيس جلسة إرسال between source and destination. أيضا بالتي سي بي يوفر لي شيء يسمونه flow control، وأيضا يوفر لي الريالابيليتي اللي هي تتوفر الريالابيليتي عن طريق السيكونس نمبر وعن طريق الاكنولجمنت، تمام، وعن طريق ممكن ايضا نقول السلايدنج ويندو. استاذ ليش باليو دي بي بالبروتوكول اليو دي بي اللي ايضا هو يشتغل بالترانسبورت لاير ما بينه هاي الاشياء الثلاثه؟ نعم، ما بينه هاي الاشياء الثلاثه، اليو دي بي ما بينه استابليش ولا بينه فلو كنترول ولا يوفر لي ريالابيليتي، ولهذا اليو دي بي يعتبر من الكونكشن ليس، والتي سي بي يعتبر من الكونكشن oriented، يعتبر من الكونكشن oriented. اوكي. اذا هذه مثل ما حكينا انه الريالابيليتي تتوفر بالامور الثلاثه، acknowledgement sequence number وايش سلايدنج ويندو والترانسبورت سيرفيس انكلودينج ذا فولوينج بيسك سيرفيس. هاي كانما عدناها بطريقه اخرى او باسلوب اخر، سيجمنتيشن استابليش ترانسبورت the segment flow control reliability. المفهوم الفلو كنترول، ما هو مفهوم الفلو كنترول؟ الفلو كنترول مفهومه to avoid the problem of the transmitting host overflowing the buffer in the receiving host، حتى نتجنب مشكلة إرسال
فائض أو إرسال كبير كثير، بحيث أنه هذا الإرسال الكثير أو الفائض ما يقدر البفر الموجود بالريسيفر يستوعبه أو يقدر يستلمه. هذا يقصد بأنه الفلو كنترول، أنه أنا أتحكم بكمية الداتا اللي على أرسلها بناء على قيمة البفر الموجودة بالريسيفر. والتي سي بي يعني الترانسميشن كنترول بروتوكول اللي هو يختلف عن اليو دي بي allows the sending and receiving host to communicate and establish data transfer rate that is suitable for both. اذا ايضا يتفقون على الداتا ترانسفير، الداتا ترانسفير ريت يعني الباندويث، يعني الداتا ريت يعني 1 ميجا 5 ميجا 10 ميجا وهكذا. اوكي يا شباب، ليه هالمكان عندكم سؤال؟ معاي يا شباب؟ ايضا اكو مصطلح اللي هو المالتيبل ابلكيشن. المالتيبل ابلكيشن كان شير ذا سيم ترانسبورت كونكشن، انه بنفس الوقت نقدر نفتح اكثر او نشتغل اكثر من ابلكيشن ونعمل هاي المالتيبل ابلكيشن شير على سيم ترانسبورت كونكشن. كيف يصير المالتيبل ابلكيشن؟ مثل هالحاله حاليا عندكم انتم، هسه حاليا انتم فاتحين الميت وبنفس الوقت فاتحين مثلا تطبيقات اخرى عاد تشتغل عندكم لوكالي او ريموتلي، وفاذا عاد تشتغلون اكثر من ابلكيشن على نفس الترانسبورت لاير او على نفس الترانسبورت كونكشن. او ممكن يكون عندي ديفرنت ابلكيشن كان سند داتا سيجمنت اون ذا فيرست كم فيرست سيرفيس بيسك. اذا كان عندي هاي النقطه، عاده هاي النقطه تتطبق عند السيرفر، انه السيرفر بين عنده اكثر من كلاينت، اكثر من يوزر، فهاي الاكثر من كلاينت كلهم عيتصلون بهذا السيرفر وتطبيقات مختلفه يعني عيطلبون. كل ريسيفر كل سورس يعني كل واحد من عندنا عيطلب شغله معينه. يعني تخيلوا عندنا السيرفر مال جوجل، اوكي سيرفر مال جوجل ممكن يخدم الايميل مال جوجل، ممكن يخدم التصفح جوجل كروم مال جوجل، ممكن يخدم الميت جوجل ميت او الجوجل كلاس او جوجل كليندر. كثير انواع مختلفه من مثل ما تعرفون الجوجل بينو ابلكيشن. زين اذا ديفرنت ابلكيشن، اذا عندنا اكثر من يوزر وعندنا سيرفر واحده، كل يوزر يطلب خدمه تختلف عن الاخر، ديفرنت ابلكيشن. اوكي هاي الديفرنت ابلكيشن كان سين داتا سيجمنت الى الريسيفر، الريسيفر على اي اساس راح يتعامل مع هاي الداتا؟ الريسيفر يخدم منه، هل يخدم جماعه الايميل اول مره وبعدين يخدم جماعه الجوجل ميت وبعدين يخدم الجوجل كلاس؟ لا، ما يخدمهم على حسب نوعيه الداتا او حسب نوعيه السيجمنت او حسب نوعيه الابلكيشن، لا يخدمهم على اساس فيرست كم فيرست سيرف، اللي ياتي اولا يخدم اولا، اي اللي يجي قبل هو اللي يخدم يعني قبل. يشتغل على هذا المبدا، ما يشتغل على نوع الابلكيشن. This segment can be routed to the same or different destination. This is referred to as multiplexing of upper layer convergence. اذا هاي السيجمنتات ممكن تذهب الى نفس الديستنيشن، الى نفس السيرفر او different server او different destination بالاعتماد على شيء اسمه multiplexing. هذا المultiplexing عندنا multiplexing وعندنا demultiplexing. بالsource يصير عندي multiplexing، بالsource انا كsource انا اطلب اكثر من خدمة بنفس الوقت، راح يشتغل عندي شيء اسمه multiplexing. اوكي multiplexer. وبالdestination يصير عندي demultiplexer. راح الدي ملتبلكسر راح يميز هذا الـ يعني يفصل هاي الداتا بالاعتماد ليس على الفيرست كم فيرست سيرفيس، لا راح يفصلها بالاعتماد على نوع البروسيس، نوع الابلكيشن.
راح يصرفه يعني على نوع الابلكيشن على او نوع السيرفيس. مثل ايش؟ مثلا عندنا مثل ما تشوفون امامكم هذا الفيجر، عندنا واحده من الداتا هي خاصه بالفايل ترانسفير نقل الملفات، والاخرى تيرمينال سيشن انه يعمل يعني تيرمينال سيشن يعني ينشئ جلسه او يعمل ريموت ديسكتوب او تيلنت او لوج ان هكذا الشيء يعني. فاذا هكذا الاشياء على الصين. فهون يتم تمييز، يتم تمييز هل هاي الداتا تاب، كيف نميز انه هاي الداتا تابعه للفايل ترانسفير، وكيف نميز انه هاي الداتا تابعه لهذا التيرمينال سيشن؟ عن طريق شيء يسمونه ابلكيشن بورت، عن طريق شيء يسمونه ابلكيشن بورت. اذا للتيرمينال سيشن هنالك بورت، وللترانسفير فايل هنالك بورت. هذا البورت عباره عن رقم، رقم ديسيمال، تمام، رقم ديسيمال كوم 16 بت، مينيمم 0 ماكسيمم 65535، مينيمم 0 ماكسيمم 65535. اليوزر داتا جرام بروتوكول هذا النوع، احنا راح نحكي بالتفاصيل عن كل نوع من انواع البروتوكولات، راح نحكي هاي المحاضره راح نحكي فقط على اليو دي بي، والمحاضره الجايه نحكي على التي سي بي. الداتا جرام اليو دي بي is called a connectionless، يعتبر من نوع الكونكشنلس. ليش يعتبر كونكشنلس؟ لانه لا بينه فلو كنترول ولا بينه يعني ايرور كنترول ولا بينه استابليش، ولا بينه استابليش، ولهذا يسمونه كونكشنلس. انريالابل غير موثوق، وبما انه هو كونكشنلس اذا هو انريالابل، انريالابل ترانسبورت بروتوكول. ايضا الاي بي يا شباب اذا تذكرون الانترنت بروتوكول اللي يعمل بالطبقه الثالثه النتورك لاير كان هو ايضا انريالابل بروتوكول. الاي بي الاي بي فيرجن 4 كان هو انريالابل غير موثوق، هو فقط مسؤول عن توصيل الداتا من السورس الى الديستنيشن. It does not add anything to the service of IP except to provide the process to process communication instead of host to host communication. ما راح يضيف اي شيء على السيرفيس مال اوف اي بي، فقط يوفر لي process to process communication instead بدلا عن host to host communication. منو اللي كان يوفر لي host to host communication؟ تذكرون منو كان يوفر لي host to host communication؟ الطبقة الثالثة الـ IP protocol. الطبقة الثالثة الـ network layer يوفر لي host to host communication. ومنو كان يوفر لي الـ hop to hop communication؟ الطبقة القدر الأخيرة اللي هي data link layer. نعم بالضبط، الـ data link layer هي اللي توفر لي الـ hop to hop. إذا عندي hop to hop، وعندي host to host، وعندي process to process، هاي ثلاث شغلات عندي. hop to hop data link layer، host to host network layer، process to process transport layer. ال TCP بالمقابلة يعتبر connection oriented، إذا هذا connection less هذا connection oriented. يعني من هون تقدر تطلع ما هي الفروقات بين ال UDP وما هي الفروقات، الفرق بين ال TCP. It creates a virtual connection between two TCP to send data. إذن ينشئ virtual connection أو logical connection between two TCP to send data. راح واحد ممكن يسأل سؤال، أستاذ ليش سمانه virtual connection؟ ليش ما سمانه real connection؟ ليش سمانه virtual connection؟ يقدر أحد يجاوبني على هذا السؤال؟ ليش سمينانه virtual connection؟ ليش سميناهو logical connection؟ ليش ما سميناهو physical connection؟ ليش ما سميناهو connection حقيقي؟ أحد يقدر يعرف؟ between two TCP، عقلك between two TCP to send data، between two TCP يعني between two transmission control protocol، واحد موجود بالsource، واحد موجود بالdestination. بسهولة الجواب على هذا الشيء، ليش حيصير virtual connection؟ لأنه لا يوجد اتصال وايرلس. لا ما لأنه اتصال وايرلس، لا لا ما لأنه ليس لأنه اتصال وايرلس، بسبب أنه لا يوجد
نتورك ديفايس يعمل في هذه الطبقة. ما عندنا نتورك ديفايس يعمل في هذه الطبقة. النتورك ديفايس إذا تدون نعيدها على السريع، نبديها من الـ NIC Network Interface Card، المودم، الأنتنة، الدش أنتنة، الأومني دايركشن أنتنة، بعد وصل نصل إلى الهب، الباسف والأكتف، إلى السويتش، بريدج، راوتر، فاير وول، أكسس بوينت. كل هذه هنشوفها إما تعمل منا بالطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، والسيرفر والبي سي والورك ستيشن تعمل في الطبقة الابليكيشن لير، ولكن ما عندنا أي ديفايس يعمل بالترانسبورت لير. لو عندنا ديفايس يعمل بالترانسبورت لير لكان هو هذا الديفايس الحقيقي بذاك الوقت، راح نسميه ديفايس حقيقي، لأنه هو اللي راح يوصل لي بين التو هوست، فراح يصير يعني ريال كونكشن، راح يساعدني ريال كونكشن وليس فيرتشوال كونكشن. التي سي بي ايضا يستخدم فلو اند ايرور كنترول ميكانيزم تو اد ذا ترانسبورت ليفل. اذا هون ممكن نطلع يعني تطلعون انتم ايضا فروقات اخرى بين التي سي بي وبين اليو دي بي. هذا هو اللوجيكال كونكشن. شوفوا مفهوم اللوجيكال كونكشن بالترانسبورت لير، شوفوا شلون يصير المفهوم. عندنا هذا اليس، او هي هذه اليس، لانه اليس انثى، وعندنا باب، هذا البي سي وهذا البي سي يريدون يتصلون مع بعض وريموتلي. شوفوا يا شباب ريموتلي، من قلنا ريموتلي انه اكو عندنا راوترات، عندنا انترنت سيرفر بروفايدر، عندنا هنا انذر انترنت سيرفر بروفايدر، عندنا ناشونال انترنت سيرفر بروفايدر، عندنا اكثر من راوتر، وعندنا هاي الترانسبورت لاير. كيف هتتصل مع هاي الترانسبورت لاير؟ هكذا راح يصير اللوجيكال كونكشن، كانما الاتصال بين هاي الترانسبورت لاير وبين هاي الترانسبورت لاير، كانما الاتصال وفقط بين هاي الترانسبورت لاير وبين هاي الترانسبورت لاير، من دون المرور بين بتوين هذا الماك لاير والاي بي والنوع الكونكشن، هل هو وايرلس او هل هو واير او هل هو هوني واير صاير، ما يهمه هذا الشيء. لكن ايش يهمه استاذ؟ إذا هاي كل الأشياء ما تهمه بالاتصال، أش يهمه؟ نعم، يهمه الأمور التالية. يهمه ما هو البورت نمبر الذي سوف يتم وضعه في هذا المكان. البورت نمبر مال سورس ومال ديستينيشن. مال ديستينيشن حتى نميز ما هو التطبيق وما هو البروسيس وما هو الابليكيشن وما هو أو ما هو السوفتوير المطلوب تشغيله في هذه الحاسبة. هذا هو فقط اللي يهمه. وايضا يهمه الاي بي ادريس، كيف يصل الى هذه المكان، ما هو الاي بي ادريس مال هاي الحاسبه الباب، بينما باقي الامور ما يهمه، شلون راح يروح باي طريق كلها ما يهمه. زين استاذ، يعني هو راح ياخذ الاي بي والاي بي والبورت نمبر، راح ياخذ الاي بي ادريس مال ديستنيشن والبورت نمبر مال ديستنيشن. نعم، راح ياخذ الاي بي ادريس مال ديستنيشن وياخذ البورت نمبر مال ديستنيشن. هذا الاي بي والبورت راح نطلق عليهم مصطلح جديد نسمينه سوكت نمبر. اذا السوكت نمبر هو يمثل لي الاي بي بورت نمبر، الاي بي والبورت نمبر، الاي بي ادريس والبورت نمبر. الاي بي 32 بت اذا كان كلاس 4، والبورت نمبر 16 بت، حاصل جمعهم 48 بت. هذا يسمينه سوكت نمبر. ليش نحتاج الاي بي وليش نحتاج البورت نمبر؟ حتى نحقق لوجيكال كونكشن ات ذا ترانسبورت لاير. نحتاج الاي بي حتى نقدر نميز انه نحن نريد نتصل مع هاي الحاسبه، لو مع هاي الحاسبه، لو مع هاي الحاسبه. كيف نميز؟ عن طريق الاي بي ادريس. استاذ، ما نقدر نميز ايضا عن طريق الماك ادريس؟ نعم، نقدر نميز عن طريق الماك ادريس اذا كنا ضمن لوكال اريا نتورك، ضمن لوكال اريا نتورك، ضمن لان مربوطين عن طريق السويتش. ولكن بما انه عندي راوتر وصار عندي ملتي هوب، اذا ما ممكن اعرف الماك ادريس مال هذه البي سي. هاي البي سي اعرف الماك ادريس مالتها عن طريق الاي ار بي،
Address Resolution Protocol اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، بشرط أن يكون ضمن نفس النتورك، ولكن إذا كان نتورك بعيدة ما أقدر أعرف الماك أدرس، إذا إيش أحتاج؟ أعرف الآي بي أدرس. أوكي، عرفنا الآي بي أدرس. أستاذ بس دقيقة، إيش عرفت الآي بي أدرس؟ هذا هو بعيد عن هذا، أليس بعيد عن بوب. كيف أليس عرف الآي بي أدرس مال بوب؟ هي بسهولة أقول لك الجواب، إنه هذا الراوتر اللي يمثل الجيت واي لهذه النتورك عنده ما هو البورت، ما هو الآي بي أدرس مال بوب، أو عنده الآي بي أدرس مال هاي النتورك كلها، عنده مخزون بالراوتينج تيبل. هذا الراوتر عمل بنا الراوتينج تيبل مالته وبعثه إلى هذا الراوتر، هذا الراوتر صار عنده معلومات هذا الراوتر ما هي النتورك الموجودة عنده، وهذا الراوتر بعث المعلومات إلى هذا الراوتر، وهذا الراوتر بعث معلومات هذا الراوتر، فصار هذا الراوتر رقم 2 يعرف ما هو موجود على الراوتر رقم 7، لأنه كل راوتر من بين الراوتينج تيبل مالته الفينالايزيشن النهائي تبادلوا بالمعلومات وصار عندهم معرفة كيف يصلون إلى كل نقطة من نقاط الشبكة، كيف يصلون إلى كل نقطة من نقاط الشبكة، أو ما هي النيكست هوب، ما هي النيكست هوب للوصول إلى هذه النقطة. إذن عن طريق الآي بي حتى نميز أنه على هذا على هذا الهوست له هذا الهوست له هذا الهوست. زين استاذ، عرفنا هاي الشغلة الأولى. زين البورت نمبر استاذ لي ليش؟ إذا الآي بي قدرنا نميز على أي حاسبة، البورت نمبر لي ليش نستخدمه؟ البورت نمبر حتى نميز ونعرف ما هو الابليكيشن وما هو السوفتوير المطلوب تنفيذه عند هذه الحاسبة اللي عم نختارها. احنا اختارينا هاي الحاسبة عن طريق الآي بي أدرس مالتها، بعدين وصلناها للحاسبة، شو نريد من احنا من هاي الحاسبة؟ حسب البورت نمبر حتى نعرف ايش ما هو التطبيق اللي نحتاجه. هذا هو مفهوم اللوجيكال ايش كونكشن، كانما يصير دايركت من هالمكان الى هالمكان. كيف اختارينا هذا الحاسبة؟ عن طريق الآي بي. كيف عرفنا ايش اي برنامج راح نشغله او ما هو التطبيق اللي راح نشغله على الحاسبة؟ عن طريق البورت نمبر. هاي الاشياء توضع في ايش؟ في الترانسبورت، في الترانسبورت لاير. زين، ما هو الفرق بين النتورك لاير والترانسبورت لاير في ايش هذه يعني المرحلة؟ هتشوفون احنا تقريبا صار من ساعة ولحد الان حكينا على فقط 8 أو 7 سلايدات. احنا حاليا بالسلايد رقم 9، السلايد الاولى ما تنحسب لانه هي العنوان. فنتورك لاير هاي لو كنا بالصف كان سخلصت هاي المحاضرة، يعني بس بالالكتروني انا اشوفه يعني بالنسبة لي اخرني، بينما لو كان حضوري لا كان يمكن هاي المحاضرة كان خلصناها من زمان. نتورك لاير، ترانسبورت لاير، عندنا هاي كلاينت وهذا سيرفر. استاذ فقط كلاينت وسيرفر؟ لا، ممكن يكون تو كلاينت، ممكن يكون تو سيرفر، بس هذا المثال حل على كلاينت وسيرفر. وعندنا عيار يربط بيناتهم انترنت، داخل هذا الانترنت مجموعه من الراوترات. نعم، تخيلوا هذا الشيء اللي شفناه قبل يعني المحاضره اللي فاتت، انه احنا حاسبتنا كلاينت عملنا بينج او باث بينج من الكلاينت الى السيرفر مال جوجل، يوم عملنا بينج الى www.google.com او باث بينج الى www.google.com. هذا هو السيناريو، فمرينا بالانترنت وداخل الانترنت داخل هاي الكلاود شفنا هنالك مجموعه من الراوترات، واحد من عندكم طلع عنده 8 راوترات، انا طلع عندي 16 راوتر، الاخر طلع عنده 10 راوترات. على الدومين اوف نتورك لاير بروتوكول راح يكون عندنا ذا نتورك لاير از ريسبونسبل، مسؤوليته توفير الاتصال ات ذا كمبيوتر ليفل، هوست تو هوست كوميونيكيشن. تمام، قبل شوي اول حكينا هوست تو هوست كوميونيكيشن. A network layer protocol can deliver the message only to the destination computer بالاعتماد على الاي بي ادرس. اذا الكلاينت يقدر يودي لهذا السيرفر بالاعتماد على ايش؟ فقط يقدر يوصل المسج الى الديستنيشن، بس يوصله خلاص، هو ما له شغل بالتنفيذ، يوصله بالاعتماد على الاي بي ادرس مال الديستنيشن. بينما الترانسبورت لاير بروتوكول is responsible for delivery of the message to the suitable ايش process، يوفرها يوصلها الى البروسيس المناسب. ليش البروسيس المناسب؟ لانه كل كلاينت وكل سيرفر
هنالك اكثر من بروسيس موجود عندهم. هذا البروسيس خاص بالميت يعني نحكي عليه حاليا، وهذا البروسيس خاص بالايميل، وبروسيس اخر خاص بالشات، وبروسيس اخر خاص مثلا بالفويس اوفر اي بي، او بروسيس اخر خاص مثلا بالفيسبوك، وهكذا. وكل بروسيس يميزه عن بروسيس اخر بايش؟ ببورت نمبر. هذا الشكل يوضح لي مفهوم النوت تو نوت كونكشن، الهوست تو هوست كونكشن، والبروسيس تو بروسيس كونكشن اللي يصير بين الداتا لينك لاير والنتورك لاير والترانسبورت لاير. اذا النوت تو نوت اكون عندي داتا لينك لاير، هوست تو هوست هذا النوت تو نوت هو على الداتا لينك لاير. ليش استاذ يعني بالداتا لينك لاير سميناها نوت تو نوت؟ سميناها نوت تو نوت لانه الفريم يتغير من نود الى نود، يتغير بين الماك ادريس مال سورس والماك ادريس مال ديستنيشن، اي يتغير عند كل نود. نود تو نود سميناها نود تو نود بالداتا لينك لاير لانه الماك ادريس مال سورس والماك ادريس مال ديستنيشن اللي موجود بالفريم اي يتغير من هوب الى هوب من الحاسبه. هذا هون راح يكون ماك ادريس مال سورس الحاسبه، ماك ادريس مال ديستنيشن هذا الراوتر. بعدين يوم هذا الراوتر يبعث الى هذا الراوتر راح يكون الماك ادريس مال سورس هذا الراوتر نمبر 1، الماك ادريس مال ديستنيشن راوتر 2، وهكذا. فاذا سميناها نود تو نود بين جاست تو نود، ما يعرف الديستنيشن النهائي منه هو، ما يعرف الديستنيشن النهائي منه هو على مستوى الداتا لينك لاير. على مستوى الداتا لينك لاير ما ممكن انا اعرف منه هو الديستنيشن النهائي، ما اقدر اعرف. بينما على مستوى النتورك لاير راح اقدر اعرف ما هو الديستنيشن النهائي. ليش؟ لانه عندنا الاي بي ادريس مال سورس، عندنا الاي بي ادريس مال ديستنيشن، ما يتغير الاي بي ادريس مال سورس وما يتغير الاي بي ادريس مال ديستنيشن اثناء الانتقال من هوب الى هوب. بالبروسيس تو بروسيس هتشوفوها هي، يعني هذا البروسيس تو بروسيس فيرتشوال كونكشن. شوفوا يا شباب ماكو ديفايس، وين الديفايس؟ هل اكو ديفايس؟ لا. بالداتا لينك لاير اكو ديفايس سويت راوتر، وبالنتورك لاير اكو ديفايس، بالترانسبورت لاير ما عندنا ديفايس. الكونكشن يصير بروسيس تو بروسيس، وشرط يصير توافق بين البرامج حتى يصير الاتصال بشكل حقيقي. البروسيس الموجود بهاي السيرفر او بهذا الكلاينت مع هذا الكلاينت لازم تكون نفس البروسيس حتى يصير عندنا ايش؟ اتصال حقيقي، بغض النظر مثل ما قلنا عن نوع الترانسميشن ميديا، عن نوع المجهز الخدمه، عن نوع الحاسبه، عن نوع الاوبريتنج سيستم. حكينا كثير على البورت نمبر، خلينا نجي نحكي على البورت نمبر هون بالتفاصيل نوعا ما. بورت نمبر هو من يعني راح يتكون ضمن الايش؟ ضمن الترانسبورت لاير. ضمن الترانسبورت لاير راح يكون عندي تو تايب اوف بورت نمبر. مثل ما عندي IP address مال source و IP address مال destination، مثل ما عندي MAC address مال source و MAC address مال destination، عندي port number مال source وعندي port number مال destination، أو ممكن نطلق عليهم local host أو remote host أو local process و remote process. local source ال remote destination for communication. حتى نقدر نتصل between two PC مع بعض نحتاج نتعرف الأمور الأربعة التالية. أي اتصال between two PC لازم يتوفر بهم هذه الأمور الأربعة. ما هي الأمور الأربعة؟ السؤال يجيكم بالامتحان، ما هي الأمور أو ما يقلك الأمور الأربعة؟ حتى ما هي، ماذا نحتاج لتوفير اتصال؟ ما هي الأشياء التي يفترض أن تكون متوفرة حتى يكون اتصال ناجح بشكل حقيقي بشكل صحيح؟ نقول the local host define use IP address. لازم نعرف اللوكال هوست، ولازم نعرف الريموت هوست يعني الاي بي ادريس مال ديستنيشن. فلازم نعرف الاي بي ادريس مال سورس الاي بي ادريس مال ديستنيشن، لازم نعرف البورت نمبر مال سورس والبورت نمبر مال ديستنيشن او البورت نمبر مال لوكال بروسيس. اذا اللوكال بروسيس وريموت بروسيس، لوكال هوست وريموت هوست، هذول على مستوى النتورك لاير، وهذول على مستوى الداتا لينك لاير. هذا نتورك لاير، هذا داتا لينك لاير. بال TCP/IP بروتوكول، بهذه النوع من انواع البروتوكول، البورت نمبر عباره عن انتجر نمبر، رقم صحيح حقيقي
يتراوح من الصفر قيمة أقل قيمة صفر أعلى قيمة 65535 لأنه متكون من 16 بت. 16 بت هو البورت نمبر 2 to power 16 هي 65535. إذا هذا 13 هذا هو واقع ضمن هذا الرينج من الصفر إلى 65535، وهاي 52000 واقع ضمن هذا الرينج. بس كيف نميز؟ ما هو التمييز بين 13 وكيف نميز 13 عن 52؟ راح نشوف أنه هنالك نوعين أو ثلاث أنواع من البورت نمبر، يعني هذا الرينج اللي هو من الصفر إلى 65535 راح نقسمه إلى ثلاث أقسام. إفيميلر بورت، إفيميلر بورت يعني البورت يعني المؤقت أو الزائل، يعني اللي مؤقت أو الزائل يعني راح نستخدمه مرة ويروح. والبورت آخر نسمينه well known port، well known port number، البورتات المعروفة. أوكي، إذا the client program define itself with the port number، يعني الكلاينت نام كلاينت بروجرام، هذا يعتبر جهة الكلاينت، يعرف نفسه بنمبر يسمى إفيميلر بورت نمبر، لأنه هذا إفيميلر بورت نمبر هو بورت زائل ما راح يبقى ثابت، فقط يستخدمه للاتصال مرة واحدة أو مرتين ويتبدل ما دائما ثابت. السيرفر بروسيس، يعني هو عن نطلبه من السيرفر، لا TCP decided to use universal port number for service. This called well known port number. Well known port number البورتات المعروفة المحجوزة أو المعروفة مسبقا لدى السيرفر. سيرفر بروسيس حتى نقدر نميز، يعني الجوجل ميت له بورت نمبر، الجوجل كلاس له بورت نمبر، التليجرام له بورت نمبر، الواتساب، الفايبر، الداونلود، الداي تايم، هذا الداي تايم عن موضوع يحكي على الداي تايم، انه حتى يطلب يعني يوم نريد نعرف التاريخ اليوم والتاريخ لهاي الحاسبه عن طريق بورت نمبر اسمه داي تايم. داي تايم بالكلاينت وداي تايم بالسيرفر. الداي تايم البورت نمبر لهذه البروسيس هو 13 محجوز، خلاص البورت نمبر 13 هو محجوز للداي تايم. فمن السيرفر يشوف انه هذا البورت نمبر مرسل من الديستنيشن من السورس، يعرف السيرفر انه الكلاينت يريد من عنده خدمه الداي تايم، بينما لو شاف ال 13 هي 21 يقول هذا كان هذا الشخص يريد يعمل داونلود او ابلود لارسال ملف داتا ترانسفير فايل. ترانسفير فايل عفوا الرقم اللي بالكلاينت ايش هذا؟ 52000. هذا الكلاينت هو يضع هذا الرقم بشكل يعني خلينا نقول برايفت، بشكل يعني راندوم. كل كلاينت كل ما يبعث على بروسيس معين يضع له نمبر 52، زين سد ما يصير 50 ما يصير 51، نعم من 49000 الى حد 65535. شوفوا ايش عمل القبله محجوزين نعم الرقم محجوزه بالسيرفر، نعم محجوزه، ما محجوزه بالسيرفر، محجوزه نعم محجوزه للبروسيس بالضبط عبد الرحمن، محجوزه للبروسيس معين من الصفر الى حد ال 1023، من الصفر نمبر الى الحد ال 1023 هاي كلها محجوزه مسبقا، محجوزه وكل وحده لها خدمه معينه يعني، وراح نشوفها يعني بالتفاصيل بعد شويه. فاشوفوا الكلاينت يوم اللي يبعث داتا، الكلاينت يوم اللي يبعث داتا يطلب داتا من السيرفر، بعث داتا وضع بورت نمبر مال سورس وبوضع بورت نمبر مال ديستنيشن. بورت نمبر مال سورس 52000، بورت نمبر مال ديستنيشن لازم يكون معروف وحقيقي وثابت ومسجل فيسمى ويل نون بورت نمبر. بعثوا الكلاينت بعثوا الى السيرفر، السيرفر استلم هذا الشيء، بعد ما استلموا يعني بعث له يعني الطلب، صار ال 13 هو السورس وصار الديستنيشن 52. اذا البورت نمبر مال السورس مال الديستنيشن ما يتغيرون اثناء الاتصال، يبقون ثابتين. زين استاذ ليش السيرفر رجع الداتا على نفس هذا ال 52000؟ ليش ما غير ال 52000؟
لأنه هذا أنت تقول استاذ هذا تقول هذا زائل، هذا البورت زائل وراندم، ليش بقانه 52؟ أنا أقول لك ليش بقانه 52، لأنه الكلاينت هذا عند على سبيل المثال طلب أكثر من البروسيس، طلب أكثر من خدمة من السيرفر، طلب خدمة الداي تايم، وطلب خدمة فتح الإيميل، وطلب خدمة تحميل ملف، ثلاث طلبات طلب. كل طلب من هالطلبات راح يروح يفترض بنفس الاي بي ادريس مال سورس ونفس الاي بي ادريس مال ديستنيشن، هاي منتهي منها. ولكن ايش راح يختلف؟ راح يختلف البورت نمبر مال سورس والبورت نمبر مال ديستنيشن بكل طلب. بكل طلب بورت نمبر مال سورس 52000 والبورت نمبر مال ديستنيشن 13 للداي تايم. البورت نمبر لارسال الداتا راح يكون مثلا 52001 مال سورس والديستنيشن 21، والبورت نمبر مال ايميل مال سورس راح يكون مثلا 52005 والديستنيشن راح يكون مثلا 443. هذا ال 443 او ال 110 او ال 25 حسب نوع البروتوكول او الخدمه اللي يوفرها الايميل، هل هي بوب 3 او الاي ام الاي ام اي جي بي. اوكي، فهاي هاي هذا الاختلاف اللي عايز يصير. فحتى السيرفر يرجع هاي الخدمة لهذا البروسيس بالضبط حتى لا يصير تشابك واختلاف بالبروسيس، لأن ثلاث بروسيسات ثلاث برامج عاد تشتغل بالكلاينت، فحتى الكلاينت يعرف إنه هاي الخدمة أو هذا الاستجابة هاي المعلومة لهذا الابليكيشن وهذه لهاي الابليكيشن وهاي لهاي الابليكيشن، لازم يرجع عنده نفس البورت نمبر مال سورس ويعتبر بورت نمبر ما ديستنيشن. يهمله عد ما يطلب، عد ما الكلاينت يطلب بروسيس جديد، يعني الكلاينت يهمله، يعني عندما كل ما الكلاينت كل ما يطلب خدمة معينة جديدة يعني من السيرفر راح يغير البورت نمبر مال ايش ما ديستنيشن. زين استاذ، يصير تو كلاينت لهم نفس البورت نمبر ما ديستنيشن؟ نعم، ممكن يكون تو كلاينت حاسبة اي وحاسبة بي، اثنينهم يبعثون خدمة الداي تايم على سبيل المثال الى السيرفر، فراح يكون السورس الديستنيشن، العفو راح يكون ديستنيشن لانه يعني الكلاينت عايبك للسيرفر راح يكون حجمه رقمه 13، السورس ممكن يكون 52000 لانه راندم للحاسبة اي، وللحاسبة بي صدفة ايضا صار 52000، صد ما راح يصير دوبليكيتد؟ لا، ما راح يصير دوبليكيتد. ليش؟ لأن السيرفر راح يميز هذه الخدمة مال الكلاينت اي عن الخدمة مال الكلاينت بي، علما انه الاثنين طلبوا نفس الخدمة عن طريق الاي بي ادريس، عن طريق الاي بي ادريس. وابسط مثال وهو مثال حقيقي هو الشيء اللي عم نعيشه حاليا واقعيا كلتنا استنحنا، انا وانتم تمام، انا الهوست، انا اللي انشأت الجلسة وانا اللي دعيتكم للميت، كلتنا عم نستخدم السيرفر مال جوجل ميت، كلتنا عم نطلب خدمة الجوجل ميت. فإذا الجوجل ميت اللي موجود اللي بالسيرفر عم ناخذ الخدمة منه، كلتنا عم نطلب نفس البورت نمبر مال ديستنيشن اللي هو مثلا خلينا نقول نفرضه مثلا 120 رقمه، كلتنا عم نطلب 120، بس البورت نمبر مالتنا مال سورس كل واحد بعد عم يختلف، انا 52، عبد الرحمن 53، مصطفى 55، وهكذا. زين السيرفر مين عيميز هاي الخدمة تروح لصلاح وهاي الخدمة تروح لعبد الرحمن والسعاد والأحمد؟ تميزها عن طريق الاي بي ادريس مال كل حاسب من الحاسبات الموجودة عندنا، مال كل حاسبة من الحاسبات عندنا. واحد منكم راح يقول استاذ أنا الحاسب مالتي حاليا 192.168.0.100، مثل حاسبتك استاذ، انت ما حسبتها ذاك المرة قلت لنا حاسبتنا حاسبتك انه 192.168.0.100. الاي بي مالي ومالتك استاذ نفس الاي بي حكيناها هاي بالليل. نعم، انه يطلع الاي بي مالتك تطلع كبابليك بالضبط. نعم عفيا، تطلع الاي بي مالنا كبابليك او كريال اي بي ادريس عن طريق عملية يسموها نات، نتورك ادريس ترانزليشن. نتورك ادريس ترانزليشن راح يحول هذه الاي بيات البرايفت الى 1 بابليك اي بي ادريس. فهون راح يميز الجوجل سيرفر اللي رجع لنا خدمه الجوجل ميت على اساس ايش؟ على اساس الاي بي ادريس مال سورس. هذا الشكل
خلي قبل هذا الشكل، راح ارجع لكم على هذا الشكل بس اشوفكم هذا الشكل حتى تكونوا على بينه. هذا هو الرينج، الرينج مال بورت نمبر هذا يا شباب، طبعا هذا لازم تحفظوه. هذا هو الرينج مال اي مال اي بي مال بورت نمبر. احنا ما قلنا مينيمم صفر وماكسيمم 65535، زين شلون يتقسم؟ يتقسم بالامور التاليه، من الصفر الى ال 1023 هاي يسموها ويل نون بورت. ويل نون بورت the port ranging from كذا إلى كذا as assigned and controlled by ICANN. أشنو ICANN؟ ICANN Internet Corporation for assigned number and for assigned name and number. هاي شركة مؤسسة international مسؤولة عن تعيين الأسماء والأرقام الخاصة بالإنترنت، يعني هي اللي تحجز الآيبيات، وهي تحجز الدومين، وهي تحجز البورتات. يعني مثلا واحد منكم يريد ينشئ له دومين www.maa.net، هذا الدومين لازم بينه اي بي ادرس، يوافقه اي بي ادرس. هذا الاي بي ادرس لازم يتواصل مع هاي المؤسسة، يقول يما انا هذا الدومين مالي اعطيني اي بي ادرس، فيشتري اي بي ادرس. زين، انت تجي تعمل خدمة جديدة ما موجودة بالعالم، خدمة جديدة يعني أشون الفيسبوك، أشون الواتساب، تنشئ أنت في التطبيق جديد. يوم اللي راح تنشئ تطبيق جديد تقول لهم أريد لي بورت نمبر، تعطوني بورت نمبر وتحجزوا لي، ونسمينه بورت نمبر اللي خاص لتطبيق معين، مثلا هذا الواتساب أو غيره أو غيره، فين نحجز لك إيش بورت نمبر. أستاذ وين راح نحجز؟ معقولة هاي من الصفر إلى 3023 ما خلصت؟ هاي هذا الشيء قديم، من اول ما طلع الانترنت وطلعت النتورك بالثمانينات، وكل جالنا تجينا تطبيقات جديده. يعني انا بوقتي بالتسعينات ما كان اكو واتساب، ولا كان اكو فايبر، ولا كان تليجرام، هالاشياء ما كانت موجوده. هاي الى حد الالفينات ايضا ما كانت موجوده، فتظهر هاي الاشياء. زين استاذ، معقوله هاي من الصفر الى 1023 ما خلصت؟ اكيد خلصت. فعندهم من ال 1024 الى ال 49 1151 هاي ريجستريتد، مسجلة ومحجوزة، أوكي، وممكن إيش استخدامه، ممكن استخدامه. شوف يقلك register port the port ranging from كذا إلى كذا are not assigned، بعد ما تم تعيينه ولا تم إيش السيطرة عليها باستخدام هذه المؤسسة الـ ICANN، they can only be registered with ICANN to prevent duplication. لازم نسجلها حتى نتجنب ايش التكرار او الدوبليكيشن. يعني مثلا واحد من عندكم يريد ينشئ، يعني يريد يعمل فد يعني تطبيق معين على الموبايل، يسمينه اي اسم مثلا يشبه الفايبر يعني مثلا، او يشبه الواتساب خلينا نقول، فهو يقترح يقول والله انا خلي اعطيني بورت نمبر، خلي نقول مثلا 40,000، رقمه 40,000. يرجع واحد من عندكم آخر يقول أنا هم أريد أعمل تطبيق آخر اسمه العيادة الذكية، أو يعني مثلا عن طريق الموبايل يحجز العيادات أو يتصل مع الدكاترة مثلا الموجودين في جامعات في الموصل وهكذا شيء، هم يسمينه 40,000. فيفترض أنه الشخص اللي يعمل هذا الأبليكيشن يفترض أنه يتواصل وينشره بشكل عام، يتواصل مع الاي سي اي اي ان، انا راح اعمل هذا التطبيق واريد احجز لي رقم، وطبعا فيحجز له رقم. طبعا هكذا مقابلها يعني فلوس، يعني استاذ يعني هذا التطبيقات يعني اللي يعني الموجوده اكلت بها هذا البورت نمبر. التطبيقات اللي تكون بين كلاينت اند كلاينت وبين كلاينت وسيرفر يجب ان يكون بها بورت نمبر. يعني التطبيقات اللي تبين انه لازم ان يكون اتصال يعني حقيقي، خلينا نقول ريال تايم بروسيسنج، زمن بالزمن الحقيقي انه يصير اتصال وتبادل المعلومات، يجب ان يكون اكو هناك بورت محجوز ومسجل لهذا التطبيق. زين، والدايناميك اور سماها دايناميك اور برايفت، دايناميك اور برايفت بورت نمبر هي من 49,152 الى حد 65,535. إذا بالدايناميك والبرايفت ممكن هناك يكون أكثر من حاسبة تحمل نفس الدايناميك والبرايفت إيش نمبر،
اللي هو يكون دائما هذا من جهة ال يا شباب دائما هذا يكون من جهة ال سورس جهة الكلاين يعني يوم الكلاين يبعث إلى ديستنيشن إلى الكلاين تبعث إلى السيرفر دائما نشوفه بالشكل هذا يعني لازم يكون ضمن هذا الرينج الديناميك بينما نشوف هذا البورت نمبر من هذا الرينج أو من هذا الرينج بإيش بالبورت نمبر مال ديستنيشن إذا كان عندنا اتصال من الكلاينت تبو من الكلاينت إلى السيرفر الكلاينت يبعث إلى السيرفر إذا من السورس الكلاينت من الديستنيشن السيرفر بجهة الكلاينت يجب أن يكون البورت نمبر محصور بين هذه القيمة بين هذه القيمة بين هذه القيمة والبورت نمبر ما الديستنيشن لازم يكون محصور بين الصفر إلى 49000 سؤال مرة جبته بالامتحان أعطتوهم بورت نمبر مال سورس مال ديستنيشن ومعها اي بيات قلت لهم هذا الاتصال حيصير من الكلاينت الى السيرفر لو من السيرفر الى الكلاينت فيقدرون يجاوبون علينا بشكل التالي ينظرون الى البورت نمبر مال ديستنيشن اذا كان البورت نمبر مال ديستنيشن اذا كان البورت نمبر مال ديستنيشن بين الرقم 0 وبين الرقم 49 يقولون لك أن هذا الاتصال من الكلاينت إلى السيرفر وإذا كان العكس فهو من السيرفر إلى الكلاينت السيرفر يوم تبعث إلى الكلاينت والسيرفر هي اللي عتجاوب على الريسبونس على الطلب مع الكلاينت أكيد السورس بورت نمبر راح يكون ضمن هذا الرينج من الصفر إلى 23 إلى من الصفر إلى 23 الدايناميك بورت نمبر اللي حق على يعني على ديستنيشن يعني ديستنيشن بين 0 و 49 فهو لل فهو سيرفر فهو للسيرفر وهو صادر من الكلاينت يعني الكلاينت عيب عطو بالكار ممكن سيرفر مع سيرفر له حتى لو كان من سيرفر الى سيرفر البورت نمبر مال سورس مال هذا السيرفر ما راح يكون من ضمن الريجستريشن راح يكون من ضمن الدايناميك لانه هذا السيرفر اي حيتصل مع سيرفر بي السيرفر اي ما هي الخدمه اللي حيطلبها السيرفر اي من السيرفر بي اي يطلب خدمه الايميل اذا يخلي السيرفر اي يخلي او يضع بالبورت نمبر مال ديستنيشن البورت نمبر مال ايميل ويوضع بورت نمبر مالته مال سورس يوضع ضمن الرينج مال دايناميك او مال برايفت لما يصير يخلي البورت نمبر مال سورس ومال ديستنيشن متشابهين راح يتم اهمال هذا الايش السيجمنت الدايناميك بورت او البرايفت بورت the port ranging from كذا to كذا are neither control nor registration لا مسجلة ولا مسيطر عليها من ضمن الـ ICANN الانترنت كوبريشن for assigned name and number they can be used as temporary or private port number من جهة السورس أو من جهة الديستنيشن من جهة الكلاينت أو من جهة إيش السيرفر هذا هو التقسيم مال port number إذا رجعنا على السلايد شوفوا هذا السلايد هوني يعني هذا اللي قلت لكم عليه قبل شوية يعني لو أنا جبت لكم هذا عندنا هذا البورت عندنا هذا الداتا هاي الداتا رايحة من السورس من الكلاينت إلى الديستنيشن لو من الكلاينت إلى السيرفر لو من السيرفر إلى الكلاينت هذا السؤال نقول نيجي ننظر إلى الديستنيشن إذا الديستنيشن أقل من 1023 أو أقل من 49000 نقول هذا بما أن الديستنيشن أقل من 49000 إذا هذا رايح من الكلاينت إلى السيرفر لأن السيرفر حتى نميز بالسيرفر أو نطلب من السيرفر خدمة معينة أو تطبيق معين لازم نعين هذا التطبيق لازم نعين هذه الابليكيشن لازم نعين هذه البروسيس يعني أنا ما يصير أقول له أعطيني خدمة الواتساب أو أعطيني خدمة الفايبر أو أعطيني خدمة الإيميل يعني ككلام يعني كأحرف كيف أميزه عن طريق الأرقام الشغل بالنيتورك مثل ما أشوفون كله عبارة عن أرقام يعني يوم أنا أقول www.google.com هذا اسم الدومين ولكن هذا اسم الدومين في الحقيقة يقابله IP address هذا الـ IP address راح يوضع بالباكت
كسورس اي بي ادريس او كديستنيشن اي بي ادريس. زين استاذ منو اللي يحول لي www.google.com؟ منو هذا يحول هذا الدومين نيم الى اي بي ادريس؟ اكو سيرفر او خدمه اسمها DNS دومين نيم سيستم او دومين نيم سيرفيس، هو اللي يترجم الدومين نيم الى ايش؟ الى رقم اي بي ادريس. الفرق بين الاي بي ادريس والبورت نمبر، the destination IP address هو بس هذه، لانه هذه حكيتوها سلايد 13 حكيتوها لهذه، تمام عبد الرحمن؟ هاي 13 حكيتوها، ال 12 ما حكيتوها، بس يعني قلت لكم بس خلي احكي لكم اياه ونقف ان شاء الله. وانا ببالي لحقته على الساعه، انا هم شفته الساعه 10:05، ويعني تشوفون يعني ساعه كامله يعني محاضره كامله 13 سلايد، شيل سلايد مال عنوان 12 سلايد، يعني ما كان يعني ما على استعجل معكم، تمام؟ بس ما يصير تفاعل حقيقي، يعني ما مثل ما حضوري يعني. الله كريم. The destination IP address define the host among the different hosts in the world. إذا من خلال IP address، destination IP address، قدرنا نعرف أي حاسبة إحنا عريضها بين مجموعة من الحاسبات، عندنا أكثر من حاسبة، راح نقدر نميز اي حاسب احنا نريده عن طريق الاي بي ادريس. بينما الهوست نمبر البورت نمبر راح نميز ديفاين ون اوف ذا بروسيس اون ذا بارتيكولر هوست افتر ذا هوست هاز بين سيلكتد، بعد ما اخترنا الهوست باعتماد على الاي بي ادريس من بين مجموعه مختلفه من الاي بي من الهوست، راح نقدر نقول بهذا الهوست ما هي البروسيس اللي عم نحتاجها نحن on this particular host. يعني هذا الكلاينت عنده داتا وعنده IP address مال destination وعنده port number مال destination. شوفوا ما اهتمينا بالIP address مال source وما اهتمينا بالIP address مال source، ما اهتمينا بيناتهم، اهتمينا فقط بالIP address مال destination واهتمينا بالIP address بالport number مال destination. ليش اهتمينا بالdestination IP address؟ to select the server، لأن احنا عندنا أكثر من سيرفر، عندنا أكثر من سيرفر، كيف يميز هاي السيرفر من هاي السيرفر؟ عن طريق الـ IP address. زين وصلنا إلى هاي السيرفر، هاي السيرفر بيها أبليكيشن مختلفة، هاي السيرفر بيها DHCP خدمة الـ DHCP، بيها خدمة الـ DNS، بيها خدمة الإيميل، بيها خدمة الأنتي فيروس، بيها خدمة التصفح الآمن، بيها الـ HTTPS، بيها خدمة التصفح الغير آمن اللي هو الـ HTTP، تمام؟ وبيها أمور أخرى. زين انا اي خدمه اريد من عنده، من اللي راح يحدد هاي الخدمه؟ هو الديستنيشن بورت نمبر. الديستنيشن بورت نمبر هو راح يختار السيرفر، راح يعرف انه الكلاينت يريد هذه الخدمه، يريد خدمه معينه. هذا الشيء اللي نريد ان نوصل لكم هو. فاذا هذا هو طبيعه الكونكشن، انه هو اي بي ادريس وماك ادريس وبورت نمبر. والسيرفر لو جانه اكثر من يوزر بنفس الوقت يريدون منه خدمات، راح يعني يؤدي هاي الخدمات على اساس فيرست ان فيرست كم فيرست سيرفيس، وراح يتعامل مع يعني طبعا السيرفر يوم ما راح يهتم بالاي بي ادريس، راح يهتم بالبورت نمبر مال ديستنيشن، راح يقول هذا الكلاينت ايش حيريد، حيريد هالخدمه هذه. يعني اشبه لكم اياها بتشبيه بسيط وتبيني المحاضره، ان انت رحت على مطعم، فتت على المطعم، اكو كاشير بالبدايه، بالكاشير مثلا تقول له انا اريد هذا النوع من الاكله، تمام، او هذا النوع من العصير، فراح هو راح يحسب لك الحسبه، يعطيك منك فلوس، يعطيك وصل، هذا الوصل تروح بينه على الشخص العامل الموجود في المطعم، ما يسالك انت ايش اسمك وايش قد دفعت فلوس ومن جيت وايش تريد، كله ما يسالك على اسئله، بس راح يستلم عندك الوصل ويقرا الوصل، يعرف انه انت ايش طلبت، ويؤدي لك الخدمه مالك. وزبون اخر يجي ايضا ما يساله ايش اسمك؟ منين جيت؟ هل دفعت فلوس؟ ما دفعت فلوس؟ ما يساله هالاسئله، بس يضحك على الوصل ويعرف انه كان طلب مثلا هالطلبات اللي نوع من الوجبات الغذائيه او نوع من العصائر او هالشيء هذا، ويؤدي له الخدمه وتنتهي المساله. هذا الشيء، وبنفس الشيء هو اللي يصير عندنا يوم الكلاينت يطلب خدمة أو يطلب تنفيذ أو تشغيل برنامج معين على السيرفر. إن شاء الله.
نكمل المحاضرة.